بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ المحاضرة رقم 6 اللي هي في طرق التكامل اللي هي الانتجريشن باي بارتس. الأول دلوقتي هنتكلم ازاي الانتجريشن باي بارتس ده نتعامل معاه. هنبدأ من البرودكت رول في الدريفاتيف. احنا عارفين البرودكت رول في الدريفاتيف اللي هو الدريفاتيف تو فانكشن بيساوي دريفيتيف في الفيرست تايمز دريفيتيف في السكند بلس السكند دريفيتيف في الفيرست. لو احنا عملنا مجازا اليمينيشن للدي اكس في الدينيميريتور هيطلع عندي الديفرنشال بتاع يو تايمز في اللي هو يو دي في بلس في دي يو. لو انا وديت الفي الاذر سايد يبقى عندي دي يو في ماينس الفي دي يو equal to u dv. لو عملت integration للبوث سايد هيبقى عندي تكامل u dv بتساوي integration duv minus vdu. طبعا ال integral والدريفتيف ساين بيضيعوا بعض، هيبقى عندي تكامل u dv هيبقى عبارة عن ال u في ال v ناقص ال v du اللي هي تكامل القاعدة v بيساوي اللي احنا v ناقص ال v بنتعامل معاها في الانتجريشن باي بارتس. اليو يفضل انها تكون differential، اقدر اعمل differentiate عشان اوصل للزيرو لو قدرت. ال dv يفضل انها تكون سهلة ان انا اقدر اكملها. The integration by parts formula is a product rule for integration. عشان نبقى عارفين بس. طيب أهم حاجة في integration by parts إزاي نقدر نختار اليو. اليو دي مهمة جدا، لو أنا اخترت اليو صح الانتجريشن هيبقى سهل جدا. طيب هنختار اليو بطريقة إيه؟ الاستراتيجي بتاعنا اللي هي LIBET. إيه الـ LIBET دي؟ اللي يعني لوغاريتميك. لو الاختيار الاول تبقى داله لوغاريتميه، الاختيار الاي اللي هي الاختيار الثاني هيبقى انفرس تريك فانكشن، الاختيار الثالث اللي هو البي اللي هو لو عندي بولينوميال زي اكس سكوير اكس كيوب بلس 1 اكس اند سو اون، الاي اللي هي الاكسبوننشال فانكشن، التي اللي هي التريك. ده الاختيارات بالترتيب: لوغاريتميك، انفرس تريك تريك فانكشن، البولينوميال، الاكسبوننشال، التريجونومتريك. هنعرض المثال الاولاني. هلاقي المثال الاولاني تكامل اكس كوزين اكس. لو جينا دي هل هي دي من حالات استخدام الباي بارتس؟ هي من حالات استخدام الباي بارتس لانها ملهاش حاجه في الجدول او لا اقدر استخدم سبستيوشن بالنسبه لها. طيب انا عاوز استخدم اليو دي في اللي هو اليو في الفي ناقص الفي دي يو. احنا اتفقنا ان اول حاجه اشوف هي مين اليو، هطبق قاعده ال اي بي اي تي. هلاقي هنا عندي بولينوميال فاكتور اللي هو الاكس، يبقى انا هختار اليو بتاعتي اللي هي الاكس. طيب ويبقى اللي فاضل عندي ايه؟ الدي في. الدي في هتبقى الجزء اللي فاضل في الانتجريشن اللي هو كوزين اكس دي اكس. هعمل ايه في اليو هنا؟ هجيب الدي يو، الدي يو بتساوي الدي اكس، هعمل دريفت في التو سايد. طيب وعاوز اجيب الفي، الفي هي انتجريشن بتاع الكوساين اللي هي ساين اكس. يبقى تكامل يو في الفي ناقص الفي دي يو، يبقى اليو هي الاكس والفي هتبقى ساين اكس ناقص الفي ناقص تكامل الفي اللي هي ساين اكس دي اكس. طبعا تكامل الساين اكس بتاعها يبقى يطلع كوساين اكس، يبقى ده الانتجرال بتاعي. طيب هنا بص على المثال الثاني اللي هو تكامل لين اكس دي اكس. هل هو من حالات التكامل التجزيء؟ طبعا من حالات التكامل التجزيء لانه ما اقدرش استخدم لا سبستيوشن ولا موجود في الجدول. يبقى انا هشوف اطبق ازاي اختار اليو. طيب هنا بصيت ايه؟ لوجاريتمك في لين اكس هنا، يبقى انا هختار اليو هي لوجاريتمك فاكتور، يبقى اليو بتساوي لين اكس. طيب ايه اللي فاضل؟ الدي اكس هي تبقى الدي في. هعمل دريفيتيف في اليو عشان اجيب الدي يو، يبقى الدي يو بيساوي 1 على اكس دي اكس، والفي بتاعتنا هتساوي الاكس. احط يو دي في ناقص الفي دي يو، اطبق فيها يبقى اليو هتساوي لين اكس والفي اكس،
والتكامل في الفي اللي هي الاكس، والدي يو اللي هي 1 على اكس دي اكس، يبقى التكامل هيبقى اكس لين اكس ناقص اكس. المثال اللي بعد كده اللي هو انتجريشن اكس سكوير اي اوف اكس دي اكس. طيب نفس الكلام، هل ده من حاله التكامل التجزئي؟ ايوه من حاله التكامل التجزئي. طب ايه اليو هختارها ازاي؟ اليو هختارها اللي هي الاكس سكوير اللي هي للبولينوميال. طيب يبقى اللي فاضل عندي ايه؟ الدي في اللي هي اي اكس دي اكس، هجيب الدي يو وهجيب الفي بتاعتي، وبعدين اطبق في القانون بتاعي. القانون بتاعي هحط اليو بالاكس سكوير والفي باكس ناقص تكامل في اي اس اكس تايمز 2 اكس دي اكس. طيب انا بصيت تاني هلاقي ان الجزء ده في برودكت تاني اللي هو الاكس اي اس اكس، يبقى انا هقدر استخدم الانتجريشن باي بارتس اجين. همسك الجزء ده لوحده كده اللي هو الاكس اي اس اكس، هاخد اليوب اكس والدي في باي اس اكس، ومنها الدي يو بتساوي دي اكس، والفي بتاعتنا بتساوي اي اس اكس، وهكمل الجزء ده لوحده. تكامله هيبقى ايه؟ برضه هطبق عليه القاعده، هيبقى اكس اي اس اكس ناقص تكامل اي اس اكس وتكامل اي اس اكس باي اس اكس، يبقى ده الناشئ النهائي. طيب انا هنا ابص التكامل اي اس اكس كوزين اكس، لا 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 في عندي لوغاريتمك ولا في انفرس فانكشن ولا في بولينوميال، يبقى عندي اي اس اكس كوزين اكس. يفضل هنا استخدم الايه؟ اليو بتاعتنا هي كوزين اكس، او لو حبيت استخدمها اليو اس اكس مفيش مشاكل، كلا الامرين متاح لان يتساوى الاختيارين مع بعض، مفيش فرق ان انا اخدها اكسبوننشال او تريجونومتريك. فانا هاخد اليو هنا بتساوي اس اكس، وهجيب الدي يو، وهاخد الدي في بتساوي كوزين اكس دي اكس، ومنها هاخد الفي بتساوي ساين اكس، وهطبق القاعده دي. طلع عندي تكامل بالتجزئي تاني اللي هو ساين اي اكس اي اس اكس. في الحاله دي لازما اعمل رينيم للتكامل. اعمل رينيم للتكامل يعني ايه؟ اخد التكامل ده تاني لوحده كده، لا اخد اليو بتساوي يو اس اكس والدي في بتساوي ساين اكس دي اكس، وهكامل تاني اجيب الدي يو واجيب الفي بتاعتنا، وهكامل الجزء ده لوحده، اليو في الفي اهو والفي دي يو. لما جيت الاقي الفي دي يو ده، لما جيت اتكامل التكامل ده طلع عندي التكامل الاصلي تاني. طيب التكامل الاصلي تاني خلاص، ارجع اكمل بالتجزئ تاني ولا اخده الناحيه التانيه؟ لا انا هاخد الناحيه التانيه، زيز اللي هو ايه التكامل اللي انا بادئ بيه، هاخده الناحيه بتاعتنا ها، وح ايه هيبقى اتنين التكامل، وبعد كده التكامل الاصلي هقسم على اتنين. وده من انواع التكاملات المهمه اللي هو اسمه سايكليك انتجريشن، او التكامل لما باجي اكمله بالتجزئ يطلع نفس التكامل مره ثانيه. تمام. طيب انا ممكن استخدم طريقه اسهل في التكامل بالتجزئ اللي هي طريقه الجدول دي، بستخدمها لما يبقى عندي الاف اوف اكس بتاعتي، عاوز اكمل اف اوف اكس دي اكس، f of x times g of x dx. لما تبقى ال f of x بتاعتي اقدر افاضلها، التفاضل بتاعها هيوصل للزيرو، والانتجريشن هنا اقدر اكمله اكتر من مره وبسهوله كمان. طيب مثال بتاعنا الكلام ده اللي هو ال x سكوير e اس x dx، التكامل ده هلاقي ابص ان انا هاخد اليو هنا بنفس القاعده اللي هو البولينوميال، هاخدها اليو بتساوي x سكوير اللي هي الاف اوف اكس بتاعتنا. طيب والدي في بتاعتنا اللي هي جي اوف اكس هاخدها اي اس اكس دي اكس. لو بصيت هنا الاكس سكوير لما اجي افاضلها اكتر من مره تفاضلها هيوصل للايه؟ للزيرو، يبقى اقدر استخدم الجدول هنا. طب الجي اوف اكس اقدر اكملها اكتر من مره وبسهوله، يبقى اذا انا اقدر استخدم الجدول في الحاله دي. بس عندي قاعده الساين، اول واحده زائد وتاني واحده ناقص وهكذا زائد ناقص، يبقى التكامل بتاعنا زي ما انتم شايفين، اضرب الاكس سكوير في يو اس اكس وعلامته زائد، واضرب الاثنين اكس في الاي اس اكس وعلامتها ناقص، واضرب الاثنين في الاي اس اكس وعلامتها زائد،
وبعدين أأد كونستنت بتاعي. احنا شفنا المسألة دي في الأول كملناها بس كملناها بالطريقة العادية، ودلوقتي كملناها بالتالي. أنا بوريك نفس المسألة اللي احنا كملناها قبل كده بالتجزئة، ولكن باستخدام الجدول أسهل. الـ x كيوب ساين x نفس القصة، أنا ممكن أستخدم الجدول بنفس القصة وأختار اليو تحتي هي الإيه؟ الـ x تكعيب أهي، وهفاضلها أكتر من مرة هتوصل تفاضلها للزيرو، وأختار الـ dv تحتي اللي هي الساين x وهكملها أكتر من مرة وتكملها سهل، وأطبق قاعدة الإشارات بتاعتنا اللي هي زائد ناقص زائد، وأضرب زي ما أنتم شايفين الأسهم بتاعتنا وأجيب قيمة التكامل.